أرجى مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 المرافق للمرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2008 لحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الجلسة القادمة. فيما وصل المجلس مداولته بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007. وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالتصديق على مطبطة الجلسة السابعة قبل أن يتلو سعادة الأمين العام للمجلس مجموعة من البيانات لمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى 13 لعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رعاه الله والعيد الوطني المجيد 41، وبيان الإشادة بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى خلال افتتاح منتدى حوار المنامة الثامن، وبيانا بشأن نتائج أعمال الاجتماع السادس لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبيانا لمناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبيانا لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد. بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الموقر، ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب. بعدها أخطر المجلس برسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الموقر، ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون إنشاء نظام للإدخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي. وانتهى المجلس بعد التصويت على التمسك بقرار المجلس القاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. بعدها واصل المجلس ما بدأه في جلسته الماضية في مناقشته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن مجموعة من المواد، في حين وافق على المواد 13 و14 و17 بعد تعديل الصياغة، بينما وافق على إعادة المواد 16 و14 و18 إلى اللجنة لإعادة دراستها بعد الأخذ بالمقترحات التي تقدم بها الأعضاء خلال الجلسة. هذا واختتم المجلس عمل جلسته الرابعة بالاطلاع على 4 تقارير عن المشاركات الخارجية لأصحاب السعادة الأعضاء. شملت تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة العادية الأولى المستأنفة للعام 2012 للبرلمان العربي الانتقالي المنعقدة في القاهرة، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل 10 للأكاديميين والبرلمانيين المنعقدة بالمملكة المتحدة، فضلا عن تقرير وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة المنعقدة في جمهورية تنزانيا المتحدة، إضافة إلى تقرير وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة ضمن وفد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية في زيارة البرلمان الأوروبي لمملكة بلجيكا.